الخامسة من الميادين وتتابعون فيها. بعد اجتماع دام 3 ساعات بايدن يؤكد أن بكين لا تخطط لغزو وشيك لتايوان، والرئيس الصيني يحذر من تجاوز واشنطن الخط الأحمر في الجزيرة. لقاء مرتقب بين مدير الاستخبارات الأمريكية ونظيره الروسي في أنقرة، وماكرون يقول إنه سيستمر في التواصل مع بوتين. تركيا ترفض قبول تعزية واشنطن عقب التفجير في اسطنبول وتشبهها بالقاتل الذي يصل أولا إلى مسرح الجريمة، وتعتقل شبكة كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات. حرس الثورة يستهدف مقر الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان ردا على دورها في أعمال الشغب الأخيرة، وطهران تؤكد حقها في الدفاع عن أمنها. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثاته مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ بالجيدة والشفافة، وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن الصين لا تخطط لغزو وشيك لتايوان، مؤكدا أنه لا داعي إلى القلق من اندلاع حرب باردة جديدة. كان واضحا وكنت واضحا بأننا سندافع عن المصالح الأمريكية والقيم وحقوق الإنسان في العالم، ونتمسك بالنظام العالمي ونعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا. سنتنافس بقوة، لكنني لا أسعى للصراع، أسعى لإدارة هذه المنافسة بمسؤولية، وأريد أن أؤكد أن كل دولة يجب أن تخضع للقواعد الدولية. لقد ناقشنا كل هذا، وأن سياستنا تجاه الصين الواحدة لم تتغير. نحن نعارض أي خطوات أحادية الجانب من قبل أي من الطرفين لتغيير الوضع القائم، ونلتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. أوضحنا أيضا أن على الولايات المتحدة والصين العمل معا حيث نستطيع من أجل التعامل مع التحديات العالمية وقيام كل دولة بدورها في هذا المجال. كلام بايدن جاء عقب قمة مع نظيره الصيني على هامش قمة 20 في بالي في إندونيسيا. وخلال اللقاء الذي استمر 3 ساعات حذر الرئيس الصيني تشي جين بينغ من تجاوز واشنطن الخط الأحمر بشأن تايوان، وأكد أن بلاده مستعدة لإجراء حوار صريح لبحث العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وبكين، كما أشار إلى أن العلاقات الحالية لبلاده مع الولايات المتحدة لا ترقى إلى ما ينتظره شعب البلدين وشعوب العالم، ورأى أن المحافظة دائما على الاتصالات مفتوحة لا يمكن أن تعوض اللقاءات المباشرة. المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حذرت من أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين تقسم العالم إلى كتل متعارضة، ما يعيدنا إلى جولة جديدة من الحرب الباردة. وقالت جورجيفا أن التشرذم العميق للاقتصاد العالمي يمكن أن يترك العالم أكثر فقرا وأشد انعداما للأمن، مشيرة إلى أنه في حال تصاعد المواجهة سينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1% بفاصل صفر أو بأكثر من $1.5 تريليون على أساس سنوي. رفض وزير الداخلية التركي سليمان سويلو تعازي السفارة الأمريكية لدى بلاده بضحايا الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في اسطنبول. سويلو شدد على أن من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفذ الهجوم في اسطنبول، وأضاف أن من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا وتلقت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردي حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب، وأنها كانت تخطط للهروب إلى اليونان. الشخص الذي زرع القنبلة اعتقلته شرطة اسطنبول، لقد تلقينا الرسالة وسنسدد للمرتكبين الكثير في المقابل. أعتقد أن من الضروري تقييم رسالة التعزية التي قدمتها أمريكا، إنها رسالة مثل أن يكون القاتل أول من يصل إلى مسرح الجريمة. سيكون الجواب واضحا جدا في ردنا. أولئك الذين يتصرفون كأصدقاء لنا ويخفون جميع الإرهابيين في بلادهم. لدينا تقدير بأن تعليمات الهجوم جاءت من كوباني في سوريا، ولدينا تقييم أن الجاني مر عبر عفرين. أنت تحارب الإرهاب على الجبل والحدود وفي المدن، تمنع الكثير من الحوادث الإرهابية، تفوتك واحدة وتدفع ثمنا باهظا في الأرواح التي فقدناها كأمة وكدولة.
وفيما نفى حزب العمال الكردستاني أي دور له في انفجار اسطنبول، اعتقلت الشرطة التركية المرأة التي تركت الحقيبة في شارع استقلال وسط اسطنبول وتسببت بانفجار ذهب ضحيته عشرات الضحايا. ووفق الشرطة فإن المرأة التي يشتبه في أنها زرعت القنبلة هي سورية وتدعى أحلام البشير، مضيفة أنها قالت خلال الاستجواب إنها تلقت تدريبا على يد مسلحين كرد في سوريا ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بشمال غرب سوريا. كما أعلنت الشرطة اعتقال أكثر من 40 شخصا يشتبه بعلاقتهم بالتفجير. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن مدير الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز سيلتقي اليوم في أنقرة نظيره الروسي سيرجي ناريشكين لبحث مخاطر استخدام السلاح النووي. المسؤول الأمريكي قال أن بيرنز لن يناقش مع ناريشكين تسوية الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيثير مسألة الأمريكيين المحتجزين في روسيا. أعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة مجموعة العشرين. الرئاسة الفرنسية أعلنت أيضا أن ماكرون سيؤكد لنظيره الصيني شي جين بينغ أن من مصلحة بكين الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي ماكرون الزعيم الصيني صباح غد الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اقترح على الرئيس الأوكراني في لقائه الأخير أن يفكر في مواقف تفاوضية واقعية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على ما جرى خلف الكواليس أن سوليفان نصح فريق زيلينسكي بإعطاء الأولوية للمفاوضات بما في ذلك إعادة النظر في هدفه المعلن والمتمثل في استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن سلطات بلاده وثقت أكثر من 400 جريمة حرب في مناطق خيرسون، محذرا المواطنين من مخاطر الألغام. وخلال زيارته إلى مدينة خيرسون قال الرئيس الأوكراني أن القتال في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا ما زال محتدما في ظل استمرار حدة الهجمات الروسية. زيلينسكي لفت إلى أن شدة المعارك في تلك المنطقة لم تتراجع وشدد على أن مستوى صمود جنوده ما زال في ذروته. نحن لا نصدق روسيا، إنها تخدع العالم بأسره، ولهذا السبب نحن نمضي قدما. نحن مستعدون للسلام، لكن لسلام يشمل كل بلدنا وكل أراضينا. نحن نحترم القانون ونحترم سيادة كل الدول، لكننا الآن نتحدث عن بلدنا، ولهذا السبب نحارب العدوان الروسي. الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ حذر من الاستخفاف بقوة روسيا لتفوقها بعدد القوات وامتلاكها قدرات متعددة. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع وزيري الدفاع والخارجية الهولنديين لفت ستولتنبرغ أن دعم أوكرانيا أمنيا في مصلحة أوروبا والحلفاء، مؤكدا استعداد الحلفاء لفرض المزيد من العقوبات على موسكو. الأشهر المقبلة ستكون صعبة. هدف بوتين هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء، لذلك يجب أن نبقى في المسار. أعلن قائد مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية في حرس الثورة محمد تقي أوسانلو أن استهداف مواقع المسلحين في إقليم كردستان جاء ردا على دور هذه الجماعات في أعمال الشغب الأخيرة وعلى محاولاتهم إدخال الأسلحة إلى البلاد. وأكد أن القوات البرية قصفت مقر الإرهابيين بالطائرات الانتحارية والصواريخ، معلنا الاستمرار في شن العمليات العسكرية ما دامت حكومة إقليم كردستان لم تنتزع الأسلحة من هذه الجماعات وتخرج الإرهابيين من على الحدود الإيرانية العراقية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن إيران ستدافع عن أمنها. كنعاني وفي مؤتمره الصحفي أكد أن طهران لن تسكت أبدا على التهديدات الحدودية. لقد أكدنا من قبل أن إيران لن تسكت أبدا على التهديدات الحدودية، ولا سيما في المناطق الحدودية من ناحية إقليم كردستان وتحديدا من قبل الجماعات الإرهابية الانفصالية. وستدافع إيران عن أمنها وأمن مواطنيها وفق القوانين والمقررات الدولية، وهذا ما يحصل فعليا. كنعاني أشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تتدخل في الشؤون الداخلية من باب حقوق الإنسان، ونصح كنعاني هذه الدول بعدم التضحية بمصالحها الطويلة الأمد مع إيران أمام مصالح قصيرة الأمد مع بعض الدول.
وقال المتحدث الإيراني إن منع لبنان من استيراد الوقود الإيراني عقاب للشعب اللبناني، وإن العقوبات الأمريكية لا أسس لها. كاملا مشخص رفتارها رفتارهاي. من الواضح أن سلوك هذه الدول هو سلوك سياسي مبني على حجج واهية. إيران لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها. أوصي الدول المحورية في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم أدوات غير بناءة للتدخل في شؤون إيران، أوصيها بعدم التضحية بمصالحها الطويلة الأمد لأجل أهداف معينة، كما أوصيها بالتوجه نحو الأساليب الدبلوماسية والبناءة. فلو كانت العقوبات على إيران ذات نفع لبانت آثارها خلال العقود الماضية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تحدث عن ضرورة إيجاد إطار جديد للاتفاقية النووية مع إيران، وخلال حديث إذاعي فرنسي قال إن ما حدث في إيران أخيرا غير كثيرا ما خص الاتفاق النووي. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. استشهدت فتاة فلسطينية متأثرة بجراحها التي أصيبت بها فجر اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة قرب معسكر عوفر غربية بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على سيارة كانت تسير في المنطقة الغربية من بلدة بيتونيا، حيث باغتتها القوة وأمطرتها بالرصاص، ما أدى إلى إصابة فتاة إصابة حرجة جدا واعتقال شاب آخر لم يعلن عن مصيره أو حالته الصحية. إلى ذلك اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية 9 فلسطينيين في الضفة الغربية. تكرر ظاهرة اختراق قواعد الجيش الإسرائيلي وسرقة ذخيرة وأسلحة منها أحرجته، وأظهرت برأي محللين إخفاقه وعجزه عن حماية تلك القواعد. منال إسماعيل. إلى ظاهرة مقلقة وخطرة تحولت عمليات سرقة أسلحة وذخائر من قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة وشمالها، التي كانت آخرها السرقة الضخمة من قاعدة الصنوبر في الجولان المحتل، والتي قدرت بسبعين ألف طلقة وسبعين قنبلة يدوية. هذه ظاهرة فظيعة ومخيفة ولا يمكن وقفها، وهي ببساطة فضيحة لا مثيل لها. منذ سنوات وهم يسرقون سلاحا وذخيرة، والجمهور يعرف فقط جزءا صغيرا مما يجري. النجاح في اختراق أنظمة الحماية في القواعد العسكرية أحرج الجيش الإسرائيلي وحوله برأي مراقبين إلى سخرية، وأظهر فشله وإخفاقه، ولا سيما بعد إنفاق مبالغ طائلة على خطة خاصة لحماية القواعد العسكرية. حادثة السرقة هي سلسلة من الإخفاقات والفشل، والجيش أنفق الملايين على الحماية في السنوات الأخيرة، وما جرى هو سخرية من الجيش الإسرائيلي. فمن غير المعقول وجود جيش إسرائيلي ألف وجيش إسرائيلي باء، الأول بحسب تقارير أجنبية يهاجم على حدود العراق قوافل أسلحة إيرانية، والثاني يجعلون منه سخرية داخل إسرائيل وفي قواعده. هناك ضربة حقيقية في كل الجيش الإسرائيلي. سرقة ما يزيد على 100,000 رصاصة في أقل من 3 أشهر حولت برأي خبراء عمليات اختراق قواعد الجيش الإسرائيلي إلى أمر شائع. ووفقا لهم، فإن عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية قواعده يمثل فضيحة، ويطرح مشكلة مقلقة وأسئلة كثيرة تحتم على الجيش الإسرائيلي المسؤول عن حماية الحدود إثبات قدرته على حماية قواعده هو قبل ذلك. أعلنت هيئة شؤون الأسرى نقل الأسير المضرب عن الطعام سامر العساوي إلى زنازين سجن رامون، وينفذ ذوي الأسرى اعتصاما أسبوعيا أمام مقر صليب الأحمر في غزة بمشاركة عشرات المواطنين. وسام العشي. أنا أم الأسير إبراهيم مصطفى بارود اللي خلص سجنه له حوالي 8 سنين أو 9 سنين، وأنا أخذت على حالي عهد
كل الأسرة والأبطال أولادي، لأن فلسطين غالية علي. أنا بالنسبة إلي ست كبيرة عمري 85 سنة. وبقيت متبني خمس شباب من حزب الله أجوا مدافعوا عن فلسطين، وأهلي هم بيجوش يزوروهم وإحنا بنزور أبنائنا. فقال لي برحيم يما إيش رأيك إنه يعني تزوروا فلان وفلان وفلان؟ قلنا بنزورهم ودي لهم حجياتهم، إيش بدهم يعني زي أبنائنا. أنا إلي هلقيت من ما يقارب 28 سنة متضامن مع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال. حملت عدة صور أسرى عرب من ضمنهم سمير القنطار 15 سنة عبين ما روح. حملت صورة سلطان العجلوني وروح. حملت صورة صدقي وبشري الأخوة اثنين سوريين من جولان المحتل، والحمد لله روحوا. إدمان صار عندي يوم الصليب الأحمر، يعني يوم الصليب لما أكون عيان ومش قادر غصبين عن نفسي بأيدي، لأنه خلص صارت بدمي. يتعرض رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية عبد الباري عطوان لحملة تشهير جديدة تقودها جماعات وسائل إعلام صهيونية عالمية. صحيفة جويش كرونيكل طالبت بمحاكمة عطوان لدعمه ما وصفته بالإرهاب وبإنزال أشد العقوبات به، واتهمت قناة بي بي سي البريطانية بعدم اعتماد الحياد في تقاريرها فيما يخص إسرائيل واليهود، وباستضافتها شخصيات تدعم الإرهاب، داعية شخصيات بريطانية بارزة في الشبكة إلى وقف المقابلات مع عطوان، ومتهمة الأخير بمعاداة السامية. ذكرت وكالة سانا السورية أن تركيا والتنظيمات المسلحة التي تدعمها تواصل قطع المياه عن نحو مليون مواطن في محافظة الحسكة لليوم 11، بعدما أوقفت تشغيل محطة علوك واعتدت على الشبكة الكهربائية المغذية لها. ووفق الوكالة فإن القوات التركية في ريف مدينة رأس العين تمنع ورش الصيانة التابعة للمؤسسة من دخولها لصيانة آبارها وتجهيزاتها. قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن نتيجة الانتخابات النصفية كانت إثباتا لإنجازات الديمقراطيين ورفضا صريحا للاتجاه المناهض للديمقراطية الذي قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره. لقد انتصرنا لأن الشعب الأمريكي رفض التوجه المناهض للديمقراطية والمثيرة للانقسام الذي أراده الجمهوريون الداعمون لحملة اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى لبلادنا. ينخرط عدد كبير جدا من الجمهوريين في سلوك مناهض للديمقراطية. عندما تقول إن الانتخابات مسروقة من دون دليل فهذه هي بداية نهاية الديمقراطية. فازت المحامية البارزة ناتاشا بيرك موزار بجولة الإعادة لتصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في سلوفينيا. ناتاشا بيرك موزار قالت إنها ستسعى إلى سد الفجوة العميقة بين اليسار واليمين، إشارة إلى أن بيرك موزار كانت قد مثلت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميلانيا ترامب في قضايا حقوق التأليف والنشر وقضايا أخرى في موطنها سلوفينيا. واصل أنصار وأعضاء حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان حركة إنصاف مسيرتهم المناهضة للحكومة نحو العاصمة إسلام أباد، ومن المتوقع أن يصل أنصار خان وحزبه إلى إسلام أباد الأسبوع المقبل. وكان الحزب قد استأنف مسيرته الخميس نحو العاصمة بعد توقفها إثر محاولة اغتيال خان الأسبوع الماضي. ويقود المسيرة نائب رئيس الحزب وزير الخارجية الأسبق شاه محمود قريشي بدلا من خان الذي أصيب في ساقيه. أعلنت الحكومة الهندية قرية بارجاباتي أول قرية في البلاد تعمل على مدار الساعة باستخدام الطاقة الشمسية، ويبلغ عدد سكان هذه القرية الواقعة غرب البلاد نحو 6500 نسمة، ويعمل معظمهم في مجال الخزفيات والخياطة والزراعة وصناعة الأحذية.
وانعكس مشروع الحكومة إيجابا على هذه الشريحة المجتمعية ما ساعدها على توفير الوقت وزيادة الإنتاج. صقل الحجارة وصناعة التحف منها حرفية حرفة فنية عرفها الإيرانيون منذ القدم وقد اندثرت تقريبا مع الأيام، إلا أن بعض الحرفيين الإيرانيين يحاولون إعادة بث الروح في هذه الحرفة عبر تقديم هذا النوع من الفنون بطريقة حديثة ومبتكرة. مالك عابدة. في هذه الورشة الصغيرة تولد قطع ومنحوتات في غاية الجمال، فالحجارة الصماء التي لا قيمة لها يتم تحويلها هنا إلى مجسمات وأشكال تنطق جمالا. تبدأ القصة هنا، فقطع الحجارة المرمية قرب المقالع يتم تحويلها إلى قطع صغيرة الحجم. يقول مجتبى إنه وجد ضالته في هذه المهنة الصعبة، فتليين الحجر وتطويعه ليصبح تحفة تبهر الأنظار يمثلان نوعا من التحدي يستلزم عينا ثاقبة وفكرا واسعا لإنتاج قطع فنية ذات قيمة. اخترت العمل بحجارة المرمر فهي تعطي إحساسا بالطمأنينة والهدوء، وهذا هو سبب استخدامها في تزيين الأماكن الدينية كالمساجد والكنائس في إيران. وانطلاقا من هذا بدأنا بالعمل على صنع قطع من الفواكه الحجرية، وأنا شخصيا أفضل التفاح لكون لون حجارة المرمر أقرب إليه من أي فاكهة أخرى. منذ نحو 10 سنوات بدأت قصة مجتبى مع حجارة المرمر، فبات أحد الحرفيين المعروفين في مهنة قلة هم روادها في إيران، وقد لاقت أعماله استحسانا وطلبا متزايدا من الناس في الأسواق. بعد تلميع القطع وإزالة الشوائب منها تصبح جاهزة لنضع عليها بعض اللمسات الفنية، كأن أضع أوراقا ذهبية لقطع التفاح هذه وألصقها بمزيج شفاف من اللاصق. يحاول مجتبى ومن معه بث الروح في هذه المهنة المنسية، فهي وإن كانت لا تدر عليه أموالا كثيرة إلا أنها خطوة في مسار الحفاظ على التاريخ الفني الإيراني العريق. مالك عابدة، طهران، الميادين. إلى العناوين. بعد اجتماع دام 3 ساعات بايدن يؤكد أن بكين لا تخطط لغزو وشيك لتايوان، والرئيس الصيني يحذر من تجاوز واشنطن الخط الأحمر في الجزيرة. تركيا ترفض قبول تعزية واشنطن عقب التفجير في اسطنبول وتشبهها بالقاتل الذي يصل أولا إلى مسرح الجريمة، وتعتقل شبكة كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات. لقاء مرتقب بين مدير الاستخبارات الأمريكية ونظيره الروسي في أنقرة، وماكرون يقول إنه سيستمر في التواصل مع بوتين. حرس الثورة يستهدف مقر الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان ردا على دورها في أعمال الشغب الأخيرة، وطهران تؤكد حقها في الدفاع عن أمنها. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.